ايضا كنشكروا السيد الرئيس اللي خدم يعني الثلاث ست سنوات الفايته، راه ماشي سهله، خصكم تشكروا، تقول له شكرا على كل ما اديتيه من حقوق المساكين. احنا تنشكروا فعلا، طبعا هو مازال معكم. شتي قال لك اللي دار غير شويه ما تخسليش، فبالتالي خاصكم تستافدوا من الخبره ديال ست سنوات، راه هي جد مهمه. تعاون الرئيس هذا واجب علينا جميع. شخصيا غنلقاو كل الدعم من مجلس مدينه الدار البيضاء، كل الدعم. شكرا لكم، لان الحي المحمدي خصنا نطلعوا به، خصنا نوليو اللي جا للدار البيضاء خصو يجي يزور الحي المحمدي، خصنا نلقاو ليها واحد لا سينياتور، ديجا هي عندها لا سينياتور، مادونا خصنا نخليو الناس تجي تزور الحي المحمدي وتباهى في الحي المحمدي. وما ننساش عاود يعني القطار التنموي اللي خصو ايضا يكون داخل هذه المقاطعه. طبعا هذا ان شاء الله ما غاديش يكون اول لقاء، انا اشاك فوا حتى جيتوني نجي، راه السيد الرئيس غادي يناديني غادي نجي، لان هذا سي ان دو فوا. كيف ما قلت لكم ما عندناش الفرصه اننا نشوفوا جميع المستشارين، ولكن بهذه اللقاءات وطبعا راه المكتب مفتوح، ما تبقاوش تقولوا على انني ما، طبعا البيورو راه مفتوح للجميع في اطار المستطاع، هو المنتدى نهضروا للاطفال، نخليو النساء ديال الحي المحمدي يقدروا يحطوا وليداتهم مع الصباح ويمشيو يشتغلوا ويجيو اللي غيكوبير في العشيه. انا كنظن خصنا نمشيو، الا بغينا التنميه الاقتصاديه ديال بلادنا خصنا نساعدوا النساء، والنساء عندهم البوتونسيال باش يشتغلوا ومستعدين يشتغلوا، ولكن خصنا نعاونوهم باش ندير لهم وليداتهم، راه ما يمكنش هذاك اون بالي تودي. شكرا سيدي الرئيس.